FM. الكلمة ليك. من العباد المعجبين بالأداء بتاعك. حتى أصحابي الكل اللي خدموا معايا وعندي نوامرهم اليوم كنت فارش فيهم نبعث لهم ميساجات. ما عندكش نمر بلال؟ لا ما ناخذه تدسويت باش مغدا تبعث له برافو. هذيك تبيع. ما تقابلتوش في المسلسل؟ لا لا ما تقابلناش في التمثيل مع بعضنا؟ قابلنا في التمثيل والله العظيم نسيت سامحني. عندي البير دو ميموار. عنده بير دو ميموار خاطر تخالط في مراد بن نافع. انا ما قلتش في رمضان خاطر مراد بن نافع البارح كلمته قال لي عيدك مبروك. قلت له ريفيون مراد شوفوا في يردوا في الهلال هما. شوف فما حاجه نحب نقولها. فما ممثلين ساعات يعرضوك يحسبوا روحهم ما يعرفوك الجمله منهم. فما ممثلين ما عرفش. فما ممثلين لا والله لا والله العظيم لا بالحق ممثلين تخدم معاهم فرد مسلسل ميم حتى يقول لك سالو والله قبيل عملت هكا باساج بيلي. سامحني تو تفكرت اللي سيبغي جمله يحسب روحه ما يعرفكش. ما مثلناش فرد سيكونس. خليني نفسر لك. ما مثلناش فرد اكس. اما نهار تقابلنا اي نفكر في الدار هذيك في الكوفر فو. اكزاكتومون اكزاكتومون مع توفيق. زاد جيتوا الاربعه نتاع الصباح بالله بلال. لا لا الكلنا غادي في الحكايه هذه. الناس اللي ما تعرفش بعضها داير عندنا حتى في الراديو. احنا عندنا مذيعين يعرضك ما يكلمكش. انا مالك العوني مثلا ما ندعوا حاجه كبيره. سامحني في الزوجه الخامسه وحيده الدريدي بورتو هاي المراه معناها ممثله كبيره وكل شيء وقديره تطلبني وتقول لي وقت خدمت وقت اللي هي امي في المسلسل وتوفيت تطلبني تقول لي برافو. معناها ممثله كبيره وتطلب طفله صغيره ما زدت كي حاطه ثقه في الدومين وتقول لها كلمه كيف هكا محليه. معناها الدومين لازم مصادي بون كل واحد وطبيعته كل واحد وكيفاش وما نلموش برشا على بعضنا زاد كيفاش كان ما يكونش هكا راهو يسرى حاسس مش نهزك لسي عاليه راهو. انا عندي يسرى مش نتعداو ديريكت تفرق قلب اليوم. اما بالحق حبيت نحكي جوست على الرول نتاع محمد علي في ورده وكتاب. هذا كان لي شرف باش نخدم مع دليله مفتاحي ايباي حملي زاد الطفل الصغير حمل اللي هو رجل امي اللي هو توفيق البحري. غيرمون والله كان عندي شرف ياسر كبير برشا برشا وفرحان ياسر اللي خدمت مع دليله مفتاحي ولدها في المسلسل ورده وكتاب. الغول نتاع محمد علي غول كبير ياسر في العمق نحكي راهو عميق جدا بروفون. ياسر انسان طفل بشهيده ما تقاري على روحه كيما توانسه الكل ما عندوش فرصه باش يخدم ما لقاش خدمه بطال زوالي يسكن مع رجل امه فهمتني ديما عامل في امه. طفل متيقر من الدنيا على الاخر يلوج على خدمه عطيه بركه يخدم باش يخدم في المرمى باش تشوفوه باش يخدم في المرمى باش يخدم على راسه ويحب اي وقت اللي باش يبدا باش يحب شكون باش يحب باش محمد علي باش خلينا نمشيو بالليتاب نحب نحرق لكم المسلسل حبيبتي من حب سامي اسمها باش ما نحرقلكش المسلسل اكزاكتومون ما نحرقوش المسلسل المسلسل اما غيرمون دراميا راهو نحكي في الدراما في الكتيبه محمد علي نتاع البيرسوناج محمد علي سي ان رول تري بروفون واللي باش تفرجوا فيه فريمون حاجه جديده لبلال الباجي. خدمت خدمه ياسر تحفونا وياسر معناتها جديده ياسر بالحق وخدمت بقلب ورب وان شاء الله تعطي وكهو شخصيه من الواقع. يحكي على دليل المفتاحي سامحني البارح عملت سيكونس ياسر طياره وديجا تبارتاجيت على الفيسبوك والعباد الكل يحكيوا بها. دليله ما عادش نجموا نحكيوا اليوم. دليله معناها مدرسه كبيره في التمثيل معناها اداء تبارك الله معناها ومازلتوا وعندنا برشا ممثلات كبار في تونس. بعد رول اللي عملته في الايام والرول نتاع الغني الوليد هذاك من بعد تتيح معناها للادوار الاخرى وكانه اليوم ولات يعيطوا لك العباد على الرول نتاع مكتوب الرول هذيك التصويره هذيك نتاع مكتوب. فرحان جدا عليه فرحان برشا خاطر قبل كانوا يقولوا البوغوس نعطيه كان الرول نتاع اللي نعطيه كهرباء كبيره لازمو كهرباء لازم درشنيه ويلبس كوستيوم ومحليه ودرشنيه فهمتني هذه كله. اما ما فيش غيرمون فيش جو فهمتني سي با ان رول دو كومبوزيسيون ما فيش لعب فهمت. انا سميتها تكوير معناتها التمثيل وتكوير فهمتني. لي رول هذوما مثلا في, في 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 مكتوب ياسين ولا محمد علي في ورده وكتاب فيهم تكوير فيهم لعب فيهم احساس كي تغزر الوجه تحس الدمار الشامل في وجهه في احساسه في ذاته ديفونسور شخصيته اكزاكتومون فهمتني بالحق معناتها ديفونسور واتاكون ونجم حتى يكون بيفو عليا البريك نتاع اما انا فرحان اما ماذا بيا ما نقعدش جوست في الغول هذه تو مثلا باش تشوفوا وديع في الاكابر شنو اكزاكتومون اكزاكتومون وديع في الاكابر طفل نورمال على الاخر لا هو غني لا هو فقير من طبقه متوسطه على الاخر تحفون قلبه باهي سامباتيك باش يضرب في 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 طفله غنيه ولا بس عليها يمكن
طامع يحب يوصل بها يمكن ليه غير مو حبة أذى بش اللي بش نشوفوه في الأكابر. غول زادة كيف كيف زادة تحفون مزيان فيه سوسبان زادة بش نشوفه معناتها إذا كان بش يوصل اللي حب عليه اللي حب عليه وإلا لا فهمتني وكيفاش بش يوصله. غيرمون الأكابر أنا ياسر أغريابل مونس شربخي بالمسلسل هذا وإن شاء الله بش يضرب ضربة حلوة ياسر إن شاء الله. دونك نتمنى وإحنا الأعمال الدرامية الكل في تونس حبيت تنجح وتمشي بالجداء. حبيت نزلك حسام ساحلي أسألني دورك في الـ في الـ في الـ في الأكابر معناتها نشوفوك نشوفوك في دور جديد أنت سنة أنت ما تخدمش في راديو ولا إيمات لا هذاك علاش لو عندي مقترح عندي مقترح مزيان على الأخر عندي مقترح مزيان على الأخر شوية آخر ناخذ بلاصتك شوية آخر بالحق مش شوية كان في ترجع لنا نهار آخر وتاخذ بقعتي لهنا متطوع كان تحب وأنت الانفيتي نتاعي وأنا نجيك انفيتي يا عين عليك مش خير هكاك نعملوها هكا نعملوها هكا يسرى المسعود شنو الرول اللي تتمنى تعمله يسرى في حياتها؟ شنو الشخصية كما كنا نحكيو مع بلال بكري بلال يقول لك اليوم انا سي بون في الثنية تو عملت الغني نعمل في الادوار هذه المركبة الادوار اللي فيها خدمة وكأنه مرتاح بلال اليوم وثنيته واضحة وثم ادوار اخرين اكيد يتمنى يعملهم يسرى شنو الادوار تتمنى تعملها؟ انا الرول هذايا راهو في وردة وكتاب مازال باش يتطور معناها انا تمنيت كنت تعيط لي ايامات اخرى وتحكي لي على اللي ديتاي باش نعاودوا نرجع نعاودوا نرجع نعود نرجع بعد رمضان نحكيو أكثر على فهم بليلة العيد ما يسيرش نهار العيد نهار العيد نعملو لم رولا ذي متعملين بالحق عجبني على الأخر أنا تمنيت لو كان متطور أكثر هو ما هوش ميخو مساحة كبيرة وبختوم أنا حكيت مع سيد أحمد برجب وكان حب يزيد فيه خاطر بالحق غول أم بختوم على الأخر معني كما قلت لك الخدمة الكلها في اللي تخيم تاع الوجه وسيختو نحب أنا اللي غول متاع الشر وفهم هكا بخيزونس قوية على الأخر يعجبوني فهمت معني تلقى فيهم روحك وتلقى فيهم بخيزونس فيهم كاريزما قوية برش كان جاي متطور أكثر على مستوى الكتابة وكما قال بليل مش الفايدة في الظهور نجم تظهر سيكونس بركة ما تشد وأنا ذاك اللي حاشي بي خاطر تنجم تظهر وما تشدش العبيد ميك تنجم تعمل حتى سيكونس تكون في بلاصتها وعندك بخيزونس سي ديجا باما كنت تحكي لي طوال الدليل المفتاحي وسيكونس بارتاجيه على الفيسبوك بيان سور معناها كيما نجم بارتاجيو حاجة ريديكول بارتاجيو حاجة مزيانة راهو ومقياس اليوم اليوتيوب والفيسبوك هذوما لي ريزو سوسيو ولا مقياس معناها في تونس بالنسبة اللي غول نتمنى نعملهم نحب نعمل غول متاع واحدة مهبولة يعجبوني على الاخر اللي غول يذوكم على وسون باغول زيد سون باغول جست في اللي تخي وفي الوجه رشال البارح قلت رشال مثل بكوشة من بكوشة اليوم انت اليوم مهبولة كلهم سون باغول معناها ماشي يحبوا يتكلموا الناس اللي يكتبوا يا خويا اكتبوا سيناريو يحبوا يهبلوا الله يرحمه عم صالح ميلادك العام يقول اللهم كثر ايامنا ونقص في كلامنا انا نحلم باش نعمل زيد غول نتاع هكا واحده تخدم في المافيا يعجبوني كل بريزونس هكا الوقت انت لابسه بالك على اليوم ديجا نقصت كلونات وتخرج المافيا الغول نتاع يسرى انا يظهر لي بالحق كما قلت هي معناتها زيدوها ايامات وتفرجوا خاطر راهو العباد باش تكرهها غير مو كان باش تكرهها العباد راهي نجحت في في العمل نتاعها ما بشكروها برشا 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 والله نتمنوا النجاح للمسلسل هذا سؤالي توا هل تظلم المسلسل ورده وكتاب في القناه الوطنيه ايش تقول حسام تظلم واحنا في نهارين في الحلقه في نهارين الاولى في نهارين نسبه المشاهده مازلنا ما نعرفوش مازلنا ما نعرفوش نسب المشاهده يعني كي تحط مسلسل كيما ورده وكتاب في الوطنيه نحكيو لوجيكمون اولاد مفيده نحكيو لوجيكمون قدام بوليس نحكيو لوجيكمون تحكي لي على كاليتي ديماج انت ايش نخاف نفسر لك حاجه السيناريو نتاع ورده وكتاب سيناريو تحفون على الاخر تكنيكمون يمكن تعب شويه بارابور للمسلسلات الاخرين مانيش باش نكذبوا على العباد معناتها فهمتني غير مو معناتها كي تشوف انت ليماج نتاع الاكابر ولا ليماج نتاع بوليس ولا ليماج نتاع حتى ما نعرفش نجم نقول انا الرئيس مثلا الرئيس اكزومبل فهمتني ومن بعد دور الاكابر غير مو معناتها فما اون ديفيرونس دور الاكابر ولا ورده وكتاب دور ورده وكتاب وردة. سامحني دور ورده وكتاب تشوف الديفيرونس نتاع ليماج وهذا راه ماهوش ما نجموش نقولوا ظلموه راه ولا معناتها اما قيمه العمل توا في التلفزيون الخاصه نعم. مربوطه زاد بالكاليتي نعم. نتاع ليماج نجم الكاليتي تتجاوز كي عندك عدد من الممثلين المهمين في ورده وكتاب من خيره الممثلين ومن خيره الوجوه الجديده زاد لعبوا بالقدا ونجحوا وعبيد تعبت وسهرت الليالي ما تنجمش انت توا تنقد عمل من هارين لولاني ورده وكتاب احنا مش ننقد احنا نسالوا لا هو النقد فما نقد هدام وفما نقد بناء لانه اليوم هاوش يقول لك العباد انا حتى نشوف على الفيسبوك ولا
العباد شنو تحكي في الشارع، يقول لك انا كي نشوف تصويره قديمه تذكرني بالثمانينات والسبعينات، الله غالب من غير ما نشعر نلقى روحي نزابي على تصويره جديده. اليوم اليوم ما حتى نجم تمشي لتصويره جديده وما تلقاش محتوى نتاع سيناريو، ما تلقاش محتوى اللي يشد من الاول هو التصويره، راهو بعد المحتوى. شو يعني ما تنجمش المحتوى تاخذه من الدقيقه الاولى، معناها تاخذ تصويره تكونسوميها تشوف الريتم تشوف الدنيا ومن بعد الوطنيه عندنا حل ليها، وعندنا مشكل معاها زاد اليوم. علاش مخرجي الوطنيه زاد خلينا نسالوه السؤال هذا بصراحه، وانا اكيد تو نجيب المخرجي الوطنيه ونسالهم علاش مازلنا نصوروا بالكار، علاش مازلنا نسويتشيو، علاش مازلنا في الكلاسيك هذا اللي هو تجاوز العالم كل. اما انت تعرف حسام اللي الوطنيه راه عندها مشاهديها وعندها عبادها تتبع فيها، اكيد فهمتني، وباش يقعدوا باقي يتفرجوا. وانا نقول لهم جوست حاجه برك، وسعوا بالكم راهو المسلسل ياسر مزيان تفرجوا فيه، معناتها سافو فريمون لابان. تو نرجع لك حكايه كار وسويتش وكل شيء مازالوا يخدموا بهذاك، تو الوطنيه مازالوا كي جاوا الكار جدد معناتها كيران اش جي ومازالوا فهمتني، معناتها نتوقع انه الاعمال مش كيران الاعمال راهو اجي نقول لك في الدراما يلزمك تصور ديفرجي. هذا الكل بعد الاخبار بيان سور، مش نرجعوا نحكيوا فيه الموضوع هذا، مازلتوا قاعدين معنا حتى النص الليل. حسين الديك يهداها بلال الباجي ليسرى المسعودي، لا نهداها لرانيا بلوتو، انا نهداها ليسرى المسعودي وهيبه طرابلسي محلاكي. راجعين بعد شويه بعد الاخبار. كاب اف ام الكلمه ليك.